تحياتي. لما نتكلم عن فريق منحوس اوروبيا عاده بروح عقلنا مباشره على بنفيكا او لعند جوتمان اللي خسرته كثير نهائيات في كل البطولات الاوروبيه. او بنروح نتكلم عن يوفنتوس اللي فاز بنهائيين وخسر سبعه وهذا الشيء دائما بخليه جمهوره في نقاش مع جمهور الدوري الايطالي بموقف ضعف لانهم مش جايبين القاب كثير مع انهم لاعبين نهائيات اكثر من الباقيين بس دائما في النهائي بصير معهم شيء وبيخسروه. سواء كانوا مرشحين او لا، لكن صراحة خلال مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ الإياب الاثنين عملوا ملحمة كروية، الاثنين قدموا أداء ممتاز وقاتلوا. وبايرن تقريبا عمل كل شيء ممكن يعمله بكرة القدم. إجت هفوة نوير تعادلوا خسروا بعديها بالهدف الثاني. خطر ببالي شيء انه يا أخي أنا بحضر كرة قدم من زمان كثير ودائما بايرن ميونخ بتحس جمهوره يعني بصير معهم شيء مش مفهوم بخليهم يخسروا او يطلعوا من البطوله الاوروبيه بشكل انه ربما لو نفكر اكثر بعمق نلقى بايرن ميونخ انه منحوس جدا في اوروبا واللي بمنعنا نشوف هذا الشيء انه عنده ست بطولات لكن فعليا هذا الفريق من دون نحس ربما يكون عنده 10 و11 ولما اتكلم عن نحس يعني ما بتكلم عن حظ سيء بس بل بتكلم عن تفاصيل غريبه ما بتتكرر عاده في المباريات يعني جميعنا بنعرف نهائي 1999 مع مانشستر يونايتد اللي بايرن ميونخ اساسا كان فيه الطرف الافضل وبيتر مايكل ابعد اكثر من هدف محقق ثم بدقيقة واحدة دقيقتين شيرينغهام وسولشاير اخذوا اللقب منهم، تماما كما حصل في 2012 الفريق كان مسيطر مهيمن ضد تشيلسي ويعني خلص فايز بيجد ركبة من اول ركنيه بيسجل هدف التعادل ثم بالاشواط الاضافيه بضيع بايرن ميونخ ركله جزاء ثم بيخسروا بركلات الترجيح في مباراه لو انعادت عشر مرات حيفوز بايرن ميونخ لكنه خسر امام البلوز وحققوا تشيلسي وقتها اول لقب دوري ابطال في مسيرتهم ايضا في 2010 نعم الانتر كان فريق قوي فريق مرشح لكن بايرن ميونخ تلقى ضربه مش طبيعيه بشكل غير طبيعي ايقاف ريبري عن المباراه النهائيه لما ريبري كان في عزه لما ريبري كان يمثل نصف قوه بايرن ميونخ ايقافه لانه انطرد امام ليون وتمديد عقوبه الايقاف ووقتها خرجت تصريحات من المانيا بتقول انه جماعات الضغط الايطاليه في الاتحاد الاوروبي لكره القدم هي اللي حرمت ريبري من النهائي بس في سنه 87 ضد بورتو بايرن ميونخ انخطف منه اللقب زي مانشستر يونايتد كان متقدم بهدف مقابل لا شيء بالدقيقه 24 ثم في الدقيقة 79 سجل نجمنا الجزائري رابح ماجر الهدف الشهير بالكعب وكان هدف التعادل ثم في الدقيقة 81 تم خطف اللقب من بايرن ميونخ لما سجل البرازيلي جواري الهدف الثاني لبورتو مباراة قبلها الجميع كان متوقع بايرن يفوز كان داخل هو المرشح لللقب وخلالها بايرن كان مهيمن على معظم دقائق المباراة وكان في شبهة ركل الجزاء وضيع اللقب بثلاث دقائق حتى في سنة 82 رغم اني ما لقيت كثير يعني تفاصيل عن مباراتهم مع استون فيلا النهائية، لكن يعني حسب التقارير اللي في ناس بيكتبوا تقارير المباريات لسه يعني القديمة بتشوف بايرن مضيع فرص كثير، في بعض مقاطع الفيديو بتشوف بايرن مضيع فرص كثير قبل ما استون فيلا يجيب جول، وفي لقطة عجيبة غريبة في الدقيقة 90، بيكون في لاعب من بايرن ميونخ بياخذ الكرة وبينطلق للمرمى بينفرد، بيجي صاحبه بتفلسف وبيشوتها قدامه صح بسجل لكنه كان متسلل لو كمل زميله بدون ما يتدخل كان بايرن حيسجل التعادل ففي ظروف غريبه بتصير معهم حرمتهم من كل النهائيات بس هذا مش كل شيء مش مشكلتهم في النهائيات حتى لما يكونوا اقوى فريق في اوروبا بنصف النهائي او دور الثمانيه بصير معهم شيء غريب 2015 2016 صح ريال مدريد جاب اللقب لكن بنذكر ريال مدريد كان داخل في مرحلة تعافي بعد خروج بنيتس قدوم زيدان ما كان بيقدم أفضل أداء زي اللي عمله ب 2016 2017 في 2015 2016 كان اقوى فريق في اوروبا هو بايرن ميونخ كان شيء مرعب تلعب ضده في نصف النهائي امام اتلتيكو مدريد ذهابا وايابا الفريق تقريبا خسر من فرصتين فرصه بالذهاب فرصه بالاياب صح فاز بالاياب 2-1 لكن خرج بالاهداف خارج القواعد وضيع ركله جزاء والنتيجه 1-0 لإله بالاياب يعني لو سجلها كان خلص ضمن التاهل ومش بس هيك حارس اتلتيكو مدريد اوبلاك اتصدى لتسع كرات مباشره في ذلك اللقاء مباراة قال عنها سيميوني أصعب مباراة في حياتي، مباراة لو تتذكروها كان في أتلتيكو مدريد محطوطين بمنطقة الجزاء وبايرن بيهجم بيهجم بيهجم, بيهجم, بيهجم بس ما تأهل. في تلك النسخة منطقيا بايرن كان يستحق اللقب. حتى بسنة 89 بايرن ضيع لقب كان مضمون، كان هو الأقوى بنصف النهائي، ربما هون ما بقدر الوم النحس بقدر الومه هو في الذهاب ما كان متوقع قوه وسرعه نجوم النجم الاحمر اليوغوسلافي اللي كان عندهم لاعبين يوغوسلافيا كلها وكانوا الناس لسه مش عارفين قوته فصدموهم بالسرعه والمهارات اللي كانوا عند بعض لاعبيهم واعتقد لو دخلنا بتفاصيل اكثر جمهور بايرن ميونخ راح يصير يتذكر هاي المباراه وهاي المباراه وهاي المباراه وهاي المباراه بدوري ابطال اوروبا اللي بتخلي دائما او معظم الاحيان خليني احكي بلاش اقول دائما بتخلي معظم الاحيان ظروف خروجهم معقده حتى لما طلعوا مع السيتي السنه الماضيه كثير جماهير من بايرن بتقول لك لو نجلز من كان موجود بجوز بخسرنا يعني دائما في شيء مش مفهوم عندهم بالخروج الاوروبي، يعني اذا يوفنتوس يعاني على مستوى النهائي، بنفيكا يعاني على مستوى النهائي، فبايرن يعاني في النهائي وفي الطريق، وهذا الشيء بخليني اشوفه دائما من اكثر الفرق المنحوسه اوروبيا. يعني. بنوصل هنا لنهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وتيك توك وسناب شات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته